عدت بالرغم ذبلة خضاري وكل شي خربت مو بس سماري المنها تعلمت كل ما ردت شي أبعد القلب عن لحظة قراري ترى ما إلها داعي أحترق الإنسان ما يطفيني يتدفع على ناري راجع مثل الأول أضحك هواي وقلب ما بيبشر صاير شعاري ومهمل صاير وما فكر بشي أنا اش حصلت من جنت داري دخل البيت ها موجود ها راح نام اتغطى ظل شاغل أفكاري جائز انشغل مشغول يومين هذا اللي سوالف أسباب انهياري أقرر أنسى لكن من يجي الليل الحنين يصير أكبر من قراري أكره الليل يجبرني أذكرك بيه وأدعمنا الله ما يخلص نهاري مو بيدي أغار وأشتعل نار وعدك هالتصرف مو حضاري فهمني الحضاري شو يسوي وأنا قدامي يحون بثماري قدامي أشوف المنضحين الما سهروا يركبون بقطاري وتجي شو السالفة مكبر الموضوع ولا كأنك سبب شرع الدماري أبدي منين من موضوع الإهمال من مشغول من تجهل أخباري لو منش أنت أقول لك أنا مكسور لو من بيدك تزيد انكساري صح تحملت بس تالي مليت لين قدامي ظل يفضل خمار انت صفحه شققت وانتهى الموضوع وظل ذكراك عايش عالطوارئ اللي صار وراح بالمستقبل يصير مو ذنبك ترى سوء اختياري احبتنا مشاهدين قناه الايام وبرنامج المهلهل اليوم سفينه الابداع تتجه نحو شمال البصرة والحبيب المبدع الوسيم جدا محمد جبار حياك الله وألف أهلا وسهلا الله يحييك ويحفظك أبو الأكبر بداية أشكرك للإنصاف وأشكرك على حسن الضيافة الله يسلم وأتمنى أكون خفيف الظل عليك وعلى السادة المشاهدين وعلى الكادر الجميل الله يسلم الله يخليك أبو الأكبر شلون الطريق والله ما طول جاي لك أنا بخير عساك بخير ما شفت تعب الله يسلمك سولف لي الحركة الشعرية بشمال البصرة وأنه بننتقل عن الحركة الشعرية بعموم العراق أبو الأكبر تعرف شمال البصرة هي متكونة من أربع مناطق أو أربع روابط الحركة الشعرية أنطيها 60% تعرف جيد أي لأن انشغالات وهاي الفترة الأخيرة من بعد كورونا الناس صار عندها برود بس آه. الحمد لله والشكر بالمستقبل اللي جاي يعني اكو رجعه اكو حركه اكو حركه حركة, جيدة. أكو حركه بالروابط لطيف لطيف, لطيف. اكو تعاون بين هاي الروابط لا تعاون كلش حلو تعاون بيناتنا رابطه قضاء القرنه رابطه قضاء المدينه رابطتنا قضاء الصادق يعني تحسهم رابطه واحده اها اي اكو تعاون انه واحد يدعم من واحد او واحد يروح يستمع بالجلسه للرابطه الاخرى ماكو لا ماكو بالعكس بالعكس ماكو اي تقاطع الف تحيه لكل الشعراء اللي تحياتنا لهم تحياتنا واللي بقضاء المدينه وبكل الشعراء اللي ألهم. شمال البصره محمد يعني لربما شنو تتوقع انت شخصيا هذا السؤال تتوقع وجهك جديد اليوم على الشاشه لو هواي شايفينك ابو الاكبر صراحه شايفينه بس مو بكثره يعني قول خلينا نخلي ايدنا على الجرح السبب وين جزء من تقصيري وين نفسي انا انت اي بسبب العمل بسبب العمل بسبب يعني قضايا اخرى عائليه فما اقدر يعني بعض دعوات تجيني ارفضها بسبب انشغالي بسبب الانشغال زين محمد برايك هذا مبرر الانشغال مبرر الناس تريد تسمع جديدك تريد تسمع قصيدتك اعتقد لازم الشاعر عنده يعني عجله دائمه الدوران
صح لو خطأ صحيح أبو الأكبر. لا قلت لك أنا بالبداية قلت لك تقصير مني بس إيه نعم. أقصد أنه إن شاء الله ما بعد الحلقة إن شاء الله أنا متراهن على نجاح الحلقة إن شاء الله. أنا راح أوعدك بشيء يعني راح يكون أكثر من هذا. آمين آمين يا رب العالمين. نستهل الحلقة بقصيدة من اختيارك. تدري اشتاق لك كل ما يجي الليل وعلى صورك تغمض العين وتفز وكملها الرسالة لحد الأرسال ويعرض كبريائي يقول لي لا جز من غيرك رسائل كثرة عديت والمنك اجت بالروح تركز اريدك تبغزل بس كل شي مطروق من نوصف جمالك خاف انشز ومن حطك بين الف يوسف وغشيك يضيعون وغلاتك وانت تبرز وياي سوالفك احسبها ترتيل لكن ويا غيره بروحي يتبز أغار من اللي يسلم عليك ويفوت أغار من اللي يسلم عليك ويفوت القعد يمك أحس برقبتي حز كل موضوع يعبر ما أهمي بس مواضيعك حيل أركز أكتب لك نعم من الليل الليل يعني شو وقت نامت خاطرة تفز هو الصدق مريود ينقال الحبك وما قال شتال رأسك يفر تقول محجال بس العزيز يظل على البال من تستحى والسكتة تقتل بس تظل نار الشوق تفتل نعم ليل اليمر قاضية علعل ومتاني ولفك يمتى يجبل القلبك أبو الأكبر القلبك يدق لما تشوفه شي قنعك خاطر تعوفه القلبك يدق لما تشوفه الله يخليك القلبك يدق لما تشوفه شي قنعك خاطر تعوفه بالروح واشم هنا حروفه جرح القلب مو سهل روفه للغرب والفك واسفل وراح يا اخي دوسد غريب بقاع فلاح نعم شم الهوى يوجع هالاصفاح مو فصل مني يطيح ترتاح كون الدمع يلم اذا طاح الليل مو ادري ستر فاضحني ليش ياخذ النوم وتجي بعين الصور وكان ياخذني الوقت لبروح طيش من يحب ابن آدم بأول نظر باعني الوقت السهر ما أدري بيش وطبع المفارق يحن وقت السهر الناس تخفى تنام وأنا بروح جيش وأسراي حراد حارب وانتصر المال حظ ما طار لو ما عند ريش مش ما كبر جنح النعام بلا فخر السلام الله يخليك الله الله يحفظك ولك الله الله محمد شنو اللي يحتاج الشاعر اليوم الما ظاهر اعلاميا يحتاج حتى يكون ظهوره ذو شغف ذو لهفه ابو الاكبر يحتاج مسالتين المساله الاولى هو يكون نوعيه اختلاف بالكتابه أنه يطرح مادة جديدة جيد هذه نقطة أولى والفراغ يكون لازم يكون عنده فراغ كامل بحيث يقدر يوفر يعني أجواء الكتابة لأن الكتابة تعرف أنت يراد لها جو طبعا مو دائما يعني زين اليوم محمد يعني تواصلك مع بقية الشعراء بطريقة جيدة لو بطريقة يعني مقل أنت أنا مقلب الأكبر بس يعني شون مثل علاقات حلوة علاقاتي ويا الشعراء تواصلي بالمناسبات بالهاي لكن يعني كحضور مهرجانات حضور ماسي لا ها بصورة قليلة بصورة قليلة زين هذه مهمة لو غير مهمة لا مهمة أنت اليوم تتواصل ويا الحركة الشعرية تشوف الشاعر الفلاني شنو طرح بالساحة تشوف هذا الشيء مهم للشاعر على مود يصير عنده حافز جميل يعني قصدك الاحتكاك يولد الاحتكاك يولد إيه أنا اليوم نسمع قصيدة أبو الأكبر يكون عندي ردة فعل أنه أكتب يعني طبعًا حتى استمر طبعًا محمد الـ شلون جيد عدد أصدقائك أبو الأكبر يا أخي جاي نعاني من الأصدقاء يحضنوننا كذب الله أي يحضنك كذب مو كل من يحضنك صاحب معدة مرات الخيوط تشتف المغزل الله سبب
مو كل من يحضنك صح بمعدل، مرات الخيوط تشتف المغزل بسبب نية الورق شخت شقد أقلام، ترى اللي صف نيته ويا البعض يندل، لا تكثر المواقف خلها خد وعين يرخصون العسل من يكثر المنحل. الله ايه الله الله يخليك، يرخصون العسل من يكثر المنحل. اي بالله صحيح، اي بالله صحيح. الله يحفظك حمد. اليوم اذا اريد اساعدك بنقطه معينه اوكي اوكي، انت كشاعر شعبي وهذا السؤال اجاك من وزير الثقافه، شنو تحتاج تقول له؟ يعني مو محمد جبار، اوكي كشاعر شعبي، شنو يحتاج؟ احتاج الانصاف للشعر الشعبي، احتاج توفير الاماكن. تعرف ابو الاكبر احنا رابطه تاسست من 2014 لحد الان ما عندنا مكان، يعني نروح لمدير المدرسه على مود يفتح لنا القاعه مالت المدرسه؟ وين الانصاف بالموضوع؟ قصدك انه قاعه مدرسيه هي تقام بها مهرجانات، قام بها مهرجانات واماسي، ومرات ناجل مهرجان او امسيه على مود القاعه بها شغل، او يعني ابو الاكبر الشعر الشعبي مضطهد. بس محمد بيني وبينك كلمة مضطهد ما تقال على الشعر الشعبي، الشعر الشعبي اليوم مساحة كبيرة ماخذ. صح أبو الأكبر، مساحة وين؟ على برنامج التواصل، احنا لو ما برامج التواصل الاجتماعي لا ما كان هيك انتشار. انت هسه من اليوم اللقاءات البرامج التلفزيونية هو اللي وصل الشعر الشعبي لهيك مرحلة، أما مهرجانات قليلة لأن الشعراء الشعبيين هواي. محمد اكو 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 بعض الديون لا ترد. الله، اكو ديون ما ترد ابو الاكبر، الكل مرض اكو جرعه علاج، بس جرعه العلاج الخاصه بالحياه هي الام. الله، الام جرعه الحياه. الله 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 الله، يعطر المنه ما موجود بالسوق، يا عطر المنه ما موجود بالسوق، يرد الروح يرتاح اللي يشمه، يا لمصفنا الزمن يا رفعة الرأس، يا حرمه وبيج هيبة ميز زلنا، مو قطعة قماش الشيلة تنقاس، ضريح البي يطوف يروح همه، يا نسمة ومن تغيب الضيق الأنفاس، يا نسمة ومن تغيب الضيق الأنفاس، الهوى يوقف قباله وما أشمه، ما قبر البيت لما عنا تمشي، الله يساعد اللي فارق امه. الله، اي والله ابو الاكبر، البيت بلا يوم صعب. محمد ايش قد تبحث من وراء الشهره؟ كل انسان اليوم يطمح للشعر، للشهره العفو، كل انسان يطمح للشهره. شاغله فكرك؟ اي صراحه انا احب ان اكون جيد. أي بين زين، اذا تخيرت لك، اذا تخيرت لك احد نقطتين، الشهرة أو المال، إيش تختار؟ هو الأكبر، هو المال سبب الشهرة. المال يسبب بالشهرة لو الشهرة سبب المال؟ هن رابط مشترك. أنت اليوم هسا أنا أريد أقول لك أنه يعني إذا توفرت لك خيار، توفر لك خيار تختار أحد الأشياء الاثنين، أما الشهرة أو المال، إيش تختار؟ لا أختار الشهرة. تختار الشهرة. الشهرة. انت اذا زين الشهره راح توفر لك المال؟ اي شيء اكيد. انت اذا تصير وجه معروف بالمجتمع مو بحاجه مال، يعني يصير المال مو ضروري عندك، مو ضروري عندك لو راح يصير عندك مال. هو يصير عندك، انا ليش قلت لك بالبدايه عامل مشترك بين الطرفين، اذا صرت مشهور راح يكون عندك مال. تخاف على شنو؟ اخاف على هواي امور. مثلا مثلا تخاف على شبابك، تخاف على بيتك، تخاف على قصيدتك، هن هذا المطلوبات ابو الاكبر، واحد يخاف عليهن. الله، اي لا ما تقدر تفرط بوحده، القصيده احسها جزء مني. جميل، اي جميل، والبيت بعد جميل. أيه جميل جميل جميل. الله يخليك محمد. اذا مات احساس الشاعر بعد ما يقدر يكتب؟ ما ينحس بشعر، ما يقدر يكتب نهائيا. شو يكتبوا؟ هو الشعر احساس ابو الاكبر، اليوم الشاعر بدون احساس تحس ناظم. شنو رايك بالقصيده في بعض الاحيان ما تشبه شاعرها؟
تحبها حتى لو كانت لغتها الفنية عالية؟ احنا اليوم نبحث عن الشعر بغض النظر عن الاسم. لا 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 لا، قصدي انه القصيدة مثلا واحد يقول انا كذا وانا 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 كريم وانا مسامح وهنا وانا طيب موبي وهنا موبي. لا حتى لو لغتها الفنية حتى لو لغتها الفنية لا، المفروض الانسان ينصف نفسه يكون منصف. يعني ضروري القصيدة تشبه راعيها. فعلا ضروري. جميل جميل. انا بالمناسبة يعني جدا اتفق مع هيك اجوبة، احب القصيدة تشبه راعيها. أيه. كانوا لك قريبين واليوم أصبحوا أغراب؟ أبو الأكبر، الكل بالبداية حلوين، ما حد يجي بالبداية يقول لك السلام عليكم أنا مو زين، الكل يلاقونا لك الوجه. البدايات لطيفة. البدايات لطيفة. بك الضايع تجيني تقول لي شا وينك، بك الضايع تجيني، بك الضايع تجيني تقول لي شا وينك، راجع ليش بعد مو عبرا سنينك، الواهس خيط شمعة ويوم هجرك نار، بسالم غربة هسل بيني وبينك. الله. بسالم غربة هسل بيني وبينك، بعد مو مثل الأول. تحب الانتظار؟ الانتظار أنت تحبه؟ أم الأكبر، شايف من تريد عندك موعد وتاخذ ملابسك تكويهن، هنا اذا عندك شخص عزيز ينتظرك انت تكويهن بيدك، ما تروح هاي المسافه تعتبر. اللي عنده موعد وي عزيز يشوفه ضال قلبه نازل قاعد بنص ساعته. نعم. اللي عنده موعد وي عزيز يشوفه ضال قلبه نازل قاعد بنص ساعته، بهالوقت تعبان ابو قلبه الحنين يشوف عز انسان يسلب راحته. الله 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 الله. بهالوقت تعبان ابو قلبه الحنين يشوف عز انسان يسلب راحته، الما حضب محبوبه بحسره هذاك الكاش اخوي يدر الهدم مو مالته. نعم. ناخذ فاصل براحتك. احبتنا مشاهدين قناه الايام، فاصل ونعود اليكم. أحبتنا مشاهدين قناة الأيام، عدنا وياكم مع الممتع محمد جبار. الله يخليك أبو الأكبر. إن شاء الله طيب. طيب شوفتك. الله يعزك. شلون البارت الأول؟ كلش لطيف. كلش لطيف. بس أنت خجول. صح. أبو الأكبر. برأيك الدنيا يحتاج لها واحد خجول؟ لا هي ركضة. وتنغلب من تستراح. تستراح بس بعد هو طبع وإن شاء الله بال. لا لا، أنت برأيك هي الدنيا تستحق يعني واحد يكون ياها خجول لو لا؟ لا والله ما تستحق. زين، الخجل ما أخذ منك؟ ما أخذ مني هواي، هواي أخذ مني. ولل يعني للعلم أبو الأكبر، أنا مقلب كتابة الغزل لأن أستحي. لا والله. والله أنا هسه قصادك لو عدي أي. ما أطلع للشارع. صدق والله؟ والله أستحي، وهذا السبب يعني هم احس انا مقصر ويرى بس انه ما به شيء حتى يتسحب عليه الغزل في شيء مشروع وجائز. مو انت قلت خجول شويه، مو هي اكو خجول بمبالغه، هسه انا هم اكو امور اخجل من عندهن واخجل بيهن، بس مو بكل الامور اخجل. احسك انت خجول. صح. صح. زين محمد، برايك انا اشوف الانسان اللي يخجل هواي امور يعني هواي فرص تروح منه بسبب خجله. اي صحيح هواي. انت حبيت؟ اي هو الانسان كل انسان يحب. وقلت لها لو ما قلت لها؟ ورا هواي. يلا قلت لها. ايش قد قلت لها؟ ايش قد وقت؟ تقريبا بالسنه. صدق والله؟ والله والله انا بيني وبينك شوف ابو الاكبر، انا بيني وبينك احبها اليوم اقلها اليوم. ابو الاكبر، أنا عندي طريقة، الطريقة هي اليوم اللي بداخلي ما أرد أحكي، محسب شنو إنه أبو الأكبر يدربي. يا أخي أنا مو سونار حتى أدربي. إي هاي الطريقة اللي خسرتني هو يعني، أنا من أشعر أبو الأكبر يعني أحبه. المفروض يعرف. ما أقول له، المفروض هو يعرفني. لا مو أكو حب، أكو حب، هذا اللي بيني وبينك، الود هذا يبين، بس أكو ود المشاعر. يجوز انا متوهم اذا انت ما فاصح لي او ما مبين لي، انا ما اعرف صح لو خطا. صحيح. زين برايك شلون عندك مفهوم الكره؟ ما
مفهوم الكره. أبو الأكبر أكو إنسان يجبرك تكرهه، يا أخي النذل تكرهه، بس أنا حتى النذل قلبه ما يعطيني كرهه. زين زين، مفهوم الحب عندك؟ مفهوم الحب والعين مثل الظرف، من تنفتح تنقري، ركز عليهم عدل ويبين الحبك. الله، العين الله 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 أكبر. الله يحفظك. العين مثل الظرف، مثل الظرف، من تنفتح تنقري، ركز عليهم عدل ويبين الحبك. عوف الحظ انت كذب، بس من غبت سبك. هواي اكو هيج ناس، اكو هواي ابو الاكبر مجتمعنا يلاقيك يحضنك بس تغيب عنه مجرد خطوات، ولا انت تلقى حتى هذا ما تكره انت؟ حتى هذا ذا غبت سبك ما تكرهه؟ والله ابو الاكبر هذا اكره جوز بفتره معينه، بس بعدين اسامحه. صدق والله؟ لان والله انا من يعني طريقه التسامح عندي عجيب، ما احب احقد على انسان. حلو والله. ايوه حلو والله. ما تسوى الدنيا ابو الاكبر واحد يحقد. نسمع قصيده محمد. نسمع قصيده. ثقيله وجوههم ذمه وبرقبه ميت. اوف. ثقيلة وجوههم ذمة وبرقبة ميت، وياي ويا غيره هواي مبتسمة. صوتش من البداية وما عرفت اختار، براس ما خجل ما قعدت الحشمة. عشت مثل الكتاب وهم ما يقرون، صوفر ورقة بس ما لاقي لي فهمة. الله. عشت مثل الكتاب. الله الله. وهم ما يقرون، صوفر ورقة بس ما لاقي لي فهمة. الورد كالتالة عطرة بذمته من يموت، الإثر العاش كثر شيء ما حد يشمه. الورد كالتالة عطرة بذمته من يموت، الإثر العاش كثر شيء ما حد يشمه. حكيهم طقة عمى وما يوجد وين، وعدهم دمع راكض طار شيلم، طبحهم عرض شجرة شلون ينعذلون، من راس البذر ضل عوج للفحم، نلقاهم خشب تابوت ما يرد، مجبورا على التابوت ملتم، الوجه مو ورقه. نلقاهم خشب تابوت ما يرد، مجبورا على التابوت ملتم، الوجه مو ورقه بس ينقر البي مكتوب، ملامحهم دغش ما ضيع الاعمى. الله يا محمد. الوجه مو ورقه بس ينقر البي مكتوب، ملامحهم دغش ما ضيع الاعمى، مثل خيط الجرح كم يوم يروحون، نواياهم فحم وجوههم ابتسم. يا اخي نعيد هذا البيت. الوجه مو ورقه بس ينقر البي مكتوب، ملامحهم دغش ما ضيع الاعمى، مثل خيط الجرح كم يوم يروحون، نواياهم فحم وجوههم ابتسمه. دقت قلب خائف عشره المغشوش، ياخذ حاجته بسرعه ويخف جدنه. دقت قلب خايف عشرة المغشوش، ياخذ حاجته بسرعة ويخف جدمة. الخاطر مو عظم يجبرش ما كسره، قطعة شعر ما يلحمت لحمة. يا اخي الخاطر مو عظم، الخاطر مو عظم يجبرش ما كسره، قطعة شعر ما يلحمت لحمة. قلت خلى ابتعد خطوة بدو بصحراء، بليل وعاصفة وكان المشي بهمة، قضينا اعمارنا بدور الضحية نعيش، طيب قلبه هسه من السهل لجمة. انت طيب؟ هواي طيب. انا صفق لك على هالقصيده. الله يخليك ابو الاكبر. والله العظيم صفق لك على هالقصيده. كتب اللي انكتب من قصيدتك شبهك. الله يخليك ابو الاكبر. حقيقه شهادة شبهك. شهاده هاي. وانا اكتب اللي شيء اللي يجيسني ابو الاكبر. اللي احس بيه. اللي احس بيه اكتبه. محمد تكتب عن قصيده الموقف؟ الموقف هي ابو الاكبر. ابو الاكبر اليوم خلنا نسولف من باب الافتخار. أنا كشاعر بصري يحق لي أن أفتخر، ومن أطلع خارج القطر يحق لي أن أفتخر. طبعا الافتخار بنموذج المجتمع اللي تستحق الافتخار. شلون يعني؟ أبو الأكبر يجوز أنت تعرف، بس السادة المشاهدين يعني الأغلبية، صار عندنا انفجار بالبصرة بساحة الطيران، انفجار وين حلت المدارس، وأكو من ضمن الانفجار أكو معلمة الست خالدة رحمة الله على روحها. أبو الأكبر هاي المعلمة أطفالها ينتظرونها بالبيت على مود ترجع
احترقت سيارتها بهذا الانفجار. طلعت من السيارة جزء بسيط من ملابسها محترق. أبو الأكبر ردت للسيارة وسدت عليها الباب. السيارة المحترقة؟ السيارة المحترقة ضحت بنفسها على مود ما تحترق ملابسها، على مود ما يبين شرفها، ما يبين شرفها، هاي تستحق أنه واحد يكتب لها. أبو الأكبر خاطبتها: أنت أول البشر فصل ستر من نار، أنت أول البشر فصل ستر من نار، حق الرماد هدمك على قل النسوان. اي بالله صحيح. الله شكلك. انت اول البشر، انت اول البشر فصل ستر من نار، حق الرماد هدمك على قل النسوان. مو شكلك، خيالك حتى ما شافوه، من وقفه الناس طلعت بس دخان، صلب عود الشرف ما يحترق بالنار، ويظل عد الشريف الحفرة الدفان. كل شي اسود بذاك اليوم حتى النور الابيض، بس سمحت تشافت العميان. كل شي اسود بذاك اليوم حتى النور الابيض، بس سمحت تشافت العميان. بخيام الحسين امش تنخت بيج، ومن ذاك الوقت لليوم ظلني شان بمدرسة الادب مومية حشما طوج، لذلك اسمك الكل الكتب عنوان. قبلك يا مثل السود احتاريت، تطب الموتى وتقفل البيبان. قبلك يا مثل السود احتاريت، تطب الموتى وتقفل البيبان. عدنا كم زليخة دنق بطاريك، فرق باللبسة العفة وتشك قمصان. عدنا تشبز لا يخدقنا قبطاريك، فرق باللبسة العفة وتشك قمصان. مش حلعته بالسقف من عنك يقولون، يهني على يا ربي أو مثل بنت فلان. شهيدة شهيدة على الشرف، الله شهيدة على الشرف، لا وقت كف الموت. باكر سمعة ابنك قطن بالعربان، اي بالله باكر سمعة ابنك قطن بالعربان. شهيدة على الشرف، لا وقت كف الموت. باكر سمعة ابنك قطن بالعربان. نصيحة لكل مر قدوتها انت تصير، نصيحة لكل مر قدوتها انت تصير. خش بالسمعة وحلوق البعض من شار، على السلعة الرخيصة، على السلعة النظيفة يدور الشراي. الرخيصة بهالوقت ما حد عليه يندار، ظل بهيبتك ما حد يعرف شبيك، يسومر شكله مني فرع الجمار. الله وسلامتك. تحية لك. الله يخليك أبو الأكبر. والله تحية لك. فدوة لقلبك. ولهذه الشهيدة الإمرأة البطلة. الله يرحمها برحمته. شكراً. نموذج نفتخر به. شكراً. الله. شكراً يا محمد. هاي تحية وصفقة. الله يخليك أبو الأكبر. صفقة والله وتستاهل. شهادة شهادة. ال هاي بوسة. شهادة. شهادة فدوة لقلبك. بالله الكريم. فدوة لقلبك أبو الأكبر. ناخذ فاصل. ناخذ فاصل. أحبتنا مشاهدين قناة الأيام فاصل ونعود إليكم. أحبتنا مشاهدين قناة الأيام، وصلنا وياكم إلى الجزء الأخير من حلقة هذا اليوم مع الممتع محمد جبار. فدوة لقلبك. حياك الله. الله يحييك. آسفين إذا تعبناك. لا بالعكس. بالله الكريم. كلش مرتاح. صدق والله. الله هو اللي يشوفك يتعب. الله يعزك. الله. أنا هم أحب واحد يتغزل. هذا الغزل العذري لذيذ. ما أنا أحبك. الله يسلمك. خجلت. محمد فاقد. أبو الأكبر هو أكو عراقي ما فاق. الله. عراقيين. عرضا صوركم والدمع سال. هويلي يا أبي. والعين كانها ماي شلال. طيحت عنب وبعاس تسلال. بايد يا قلب هدوم حمال. الله. بايد يا قلب هدوم حمال. واقف تقلنا ناس عزاز. الله 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 الله. محمد الاشتياق. هو الأكبر الاشتياق اختصر لك بوبوذية. أي. أي.
شبكت عشري على رأسي فقلت له شبكت عشري على رأسي فقلت له يا حادي العيش لا سارت بك الإبل ترى ساعات الموادع يبلها صبر وليأبس دمعي بلها ترى ساعات الموادع يبلها صبر وليأبس دمعي يبلها بهيدا شوي لا تمشن يبلها عسد حنو تدير الويه لي الله 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 يخليك ولك. سولفت انت قلت انا مسامح جيد اي سامح. انت تزعل هواي ابو الاكبر؟ مرات اكو شخص مجرد ما تختلف وياه على شيء بسيط تشوف اسرارك بكل مكان، بس اكو شخص لا، مهما كان الاختلاف يبقى هو باصله. وهيك شخص تحياتنا له ويقول اي والله الف تحيه لهيك شخص. زعلني صح وابتعد، بس سري ما بوحه، قالوا مشى قلت يرد احبال مرجوحه. الله انت ما تكتب غزل؟ انت ما تكتب غزل؟ مقلبي اكتب بس مقلبي مقلبي أيه. خلينا نسمع غزل. ابدي لك ببودية نبدأ ببودية. يا لاهي عبدك ونذر بدية علينا وعسل على الورد بدية. الله. يا لاهي عبدك ونذر بدية علينا وعسل على الورد بدية. فات وما حكي أشر بدية صرخنا صرخة المقروص حي. أوف. واقف بدربك وقفة المسطرة. امتانيك خايف من ندور انتمر صافن عليك وواسط المرحلة شعرات البرمشك عرفت ايش كثر. الله. صافن عليك وواسط المرحلة شعرات البرمشك عرفت ايش كثر. تتمايل ويا الريح كأنك غصن والروح تتمايل لجن عجمه شفاف ويبين الهوى بريتك. نعم. وداعيك مو شيوب يملك صبر كلش أغار الروح ما طلعك من يطلع من مكانه مات العطر. الله. من اشتاق لك اتباوع على النجم الشيء بالشيء حقه من ينذكر. الله. من اشتاق لك اتباوع على النجم الشيء بالشيء حقه من ينذكر. رادونا وصفك بالشعر وضحكت يا قافيه تكفي لك ويا شعر سولف وافتح بالي لو سولفت فتحت جناح الطير لما يفر. هو أنا حبك والصدق يمك ولا حاكيه لي قابل صورتك وقعد وعاتب بيه. نعم. وخاف أقول لك بالصدق وتقول لي مو مالت عشق وارجع وايد إن الندم عضه وفرق قاضيها بجفاك عيون ورك الشوف مو من كبر وجاب منك خبر مو من بجفاك عيون ورك الشوف مو من كبر وجاب منك خبر مو من مو من قبل لا عرفك انا الكنت مومن حنو انا حن هسه ولام لي. الله 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 يخليك. تقول تجي للطول ويا احلامي نفس الطول. الله. تجي للخصر حسبالك خصر دله. الله. تجي للطول ويا احلامي نفس الطول. تجي للخصر حسبالك خصر دله. تجي للعين تغرق بحر ماكو قياش ولا تجي للشعر يا خطوخ من الكحله. تجي للوجه حاير ما توصفه شلون يضحك يحلى من يبكي يصير احلى. الله. قال لا تعرفه ابو الاكبر صدق والله لا مجلب بيه. بالمناسبه انا لي وجهه نظر بالغزل بصراحه. احس الغزل في شيء يعني من الجوانب الفرايحيه بالقصيده. حلو الغزل بس يراد له جراه. يراد له جراه. نعم. لا ان شاء الله تصير عندك جراه ان شاء الله بالمستقبل. محمد شلون تتعامل ويا العشره؟ العشرة عشرة مهمة عندك؟ مهمة أبو الأكبر، بس ابن الحرام تهون علي العشرة. ها. أي مستحيل واحد ينكر العشرة. مو رفقة هدم من يلثق ينعاف نفس عد مختنق لا تظن يتبدل. الله. مو سهلة العشرة؟
ما تعوفها؟ لا مستحيل. متندم محمد؟ أكو أشياء سويتها متندم عليها؟ إيه أبو الأكبر تعرف إحنا اليوم كل إنسان خطأ، أكو أشياء سويناها المفروض واحد يبتعد عنها، فلذلك يعني تندم عليها. إذا عاد بيك الزمن تسويها؟ لا مستحيل ما راح أسويها. صدق والله؟ والله بعد هو خطأ. لا مو مرات أكو فد مرة مرات سمعت جواب من شاعر قال أنا متندم على عملتي بس إذا أنا عادت مجبر أسويها. والأكبر تصير بعض الأحيان تصير هيك. أي تصير هيك بس أكو أشياء المفروض واحد يبتعد عنها. هاي ما اليوم اليوم الشاعر الشعبي ضروري يكون وسيم. الوسامة مطلوبة بكل شيء مو بس بالشعر الشعبي. صدق والله؟ والله هسه انت وسيم تدري الواقع لو ما ادري. الله يخليك شهادة هاي والله خليتني انا راح تعرق انت كلينكس يعني. ها؟ محمد اريد نختم الحلقة. ايوه اوكي؟ قبل لا نختم الحلقة ببالي سؤال. ايوه هو السؤال بشقين. انت وفي؟ بقول لك وري احب الوفاء. تعرفت على ناس مو وفياء؟ أبو الأكبر اليوم الوفاء نقول من باب عسى ولعل يكون وفاء بالموضوع، يعني نتمنى تفاءلوا بالخير تجدوه. تفاءلوا بالخير تجدوه. أقرأ لك أبو ذي يقول وحق من طرحوه العشر بالبير اللي يبر ويلي خوني عيل بالبر. أبو الأكبر الوفاء خير لقوا مكتول بالبر من أهدها وما صفت للناس ني. الله اي قليل الوفاء. الدهلة موجود ان شاء الله. ان شاء الله موجود. وصلنا وياك لختام الحلقه. قرا لنا قصيده على ذوقك. على ذوقي. طلع بينا التعب طلعت شمس تموز. احبها هاي القصيده. الله يخليك. كلش احبها. وانا لين تحبها راح اقراها نختم بها. طلع بينا التعب طلعت شمس تموز غيمة راحة ما مش على العمر تمطر. قضينا عمارنا كان طقت الحاجوز بالمراضة تطيح وبالقلب تحفر. الله عظم هدهد حزن واحنا جار الماء كذب صدورنا ما ظن بعد يعبر نايب كف خرس. هيك الشعور يصير لا بينا الجرح بس غير ما يفسر. نعم إذا بينا الجرح بس غيرنا يفسر صمت كحلة ونزلنا بديرة كلها رماد والحظ ضعمة وين يشوف ويدور العمر ما مستقر كان قطرة القبان. الله ما ندرع لساعة بيأكتر يشمر بطن دل الأيام بموقد معازيب نظل ليا وقت نجرح حرارة ومر. الله بطن دل الأيام بموقد معازيب نظل ليا وقت نجرح حرارة ومر قماط ببيت عاجر حبل للشذار. قماط ببيت عاجر حبل للشذار. إذا ما شئت وأدم للفضل تنكر ما يم غيس ليش ما تصفد موبيك. أي بالله صحيح. البعض يومهم تصلى وقالوا يكفر تشابه بين وبين الجذور هو شقد نزلنا خاطر غيرنا يخضر. الله تشابه بين الله 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 هو الأكبر تشابه بين وبين الجذور هواي شقد نزلنا خاطر غيرنا يخضر القلم يمشي على رأسه وعابر شقد ناس ركضت بس يظل تفكيرها مقصر ترى براس الشجر من خلى بيت الطير فكر بالهدوم مو بالعلم فكر ترى براس الشجر من خلى بيئه الطير فكر بالهدوء مو بالعلم فكر عكس بعض البشر من يعله اسيري على الشيء اللي ينقص الفأر غيده. اي بالله وسلامتك. اي بالله صح. الله يخليك محمد. شلون كان انا بدي اسالك شلون كان رايك بالحلقه هسه انت ونعرضت قدامك هذه الحلقه ايش قد تعطيها من عشره؟
والله ابو الاكبر اعطيها ان شاء الله 10 من 10 صدق والله؟ اي والله. شنو تقول للسيد المشاهد؟ السيد المشاهد اقول له ان شاء الله ننال حسن رضاكم واعجابكم، وان شاء الله تكون حلقه ممتعه. امين يا رب العالمين. امين يا رب العالمين. احنا نشكر من عندك هواي، الشكر الموصول لك ابو الاكبر، واسفين اذا تعبناك بالطريق. بالعكس ابو الاكبر، وراح اقول لك نصيحه ببلاش. ببلاش، الخجل مطلوب بس مو بكل وقت. صح، هاي النصيحه راح اخليها. الخجل مطلوب بس مو بكل وقت. صح. احبتنا مشاهدين قناه الايام وبرنامج المهلهل، وصلنا وياكم الى ختام حلقه هذا اليوم مع الخجول الوسيم الشاعر المبدع محمد جبار. الله يخليك. أنا منتظر تعليقاتكم بخصوص محمد، لأن قال الحلقة أعطيها 10 من 10. قلوا لي تستاهل 10 من 10، لو أقل لو أكثر. في أمان الله.